اسيدي هاد الزنقه ملي بداو هاد الناس داروا هاد الواد ما قاولوناش بهذاك الوقت اللي غادي يجيو يحيدوا لنا هاد التراب هذا. هاد التراب تيدخل لنا حتى المحلات. كنبداو نفضوه من المحلات واشتالا صبت الغيص. ما كي تتبقى تمسح الصباط ديالك عاد كتدخل للدار ديالك. قريب من اسيدي بواحد من مر شهر من هاد الشهر ديال من شهر واحد تقريبا واحد 6 شهور دابا انا ما حضرت شي ولكن الناس هضروا شي ناس هنا تقريبا واحد 40 خلق اللي هضروا على هاد الزنقه باش تصلح. ما قالك حتى واخا حنا كنتسناو امرنا لله تعالى ونطلبوا الله يجعل سيدي ربي تعاونونا تنتوما وتكونوا تنتوما حمل الحمايه ديال الدرويش. بغينا نصلحوا لنا الزنيقه ديالنا وزنيقتنا الدقاد ويحيد لنا الغيص وتوسخوا. انت تسمع حنا بغينا هادشي يتصلح ويتقاد كيفاش قاولونا والوعد اللي عطاونا يقولوا خويا جو هاد الناس حفروا في شهر واحد قاولونا يصلحوا لنا الزنقه ما صلحوهاش لنا. الوسخ كيطلع لنا حتى للدار وليداتنا تيلعبوا في الزنقه تيتوسخوا وحال حاله الله. تنقولوا لهم صلحونا تيقولنا واخا مشينا عند ذاك رئيس الدائره الزنزولي قالنا واخا ما ردوش عنا ما كاين والو. ودابا الدراري تيتوسخوا انت وديورنا مسخن وحنا مع حاله لا يرثى لها والله لا اله الا الله. النهار اللي بداو هذه الخدمه قالنا غنقول لكم باش نصايبوا الزنقه هذه واش فهمتي. قالنا غنساليوك غير نسالو الزنقه كامل نرجعو نصايبوها. صافي غير سالو زادو بحال ما بقى صايبوا لا زنقه لا والو. خلوا هادشي كلشي تيتكرفص اخاي لا حوانت ما بقاو لا حوانت لا حتى حاجه واش فهمتي. هادشي مش حار تقريبا راه هادي تقريبا بداو شي 8 شهور دابا باش بداو الخدمه تقريبا. بقى كاملين قال كنصايبوه ولكن في الاخر قال سيروا ديروا الشكايه برا شغلكم هذاك تحملوا المسؤوليه ديالكم. حنا راه ما غنصايبوش لكم هادشي منكم الجامعه ولا شغلكم هذاك واش فهمتي. تيقول لك هذاك الشيء قلنا لهم تكرسوا الديور تكرسوا المحلات واش فهمتي. البقات لا صباغه لا ديور داخل لا محلات لا والو. غير المسؤولين اخي يشوف هاد التكرفسين مكرسين عباد الله هنا يشوف هاد الترابات وهاد الغبابر اللي كاينين هنا واش فهمتي. راه كلشي تكرفس اخي ما بقاو لا محلات لا 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 حتى حاجه ما بقات هنا واش فهمتي. ما كاينش قال لي تيهضر على شي كلشي ساكت كلشي صامت واش فهمتي. يعني ما شافوش فهاد الناس يتكرسوا كاملين. حنا ساكنين في العييده يعني زنقه. انا ساكن هنا في زنقه تونس ها هي داري هي يعني الفوق. كنعيشوا واحد المشكل ديال الغبره وهذا الشيء ديال المشاكل هذه. 5 شهور ولا 6 شهور فاش حفروا هذه الزنقه هذه كل مره كيقولوا يجيو يصوبوا يجيو يصوبوا راه ما كاين حتى حاجه ما شفنا حتى حاجه. مازال هذا الشيء كنعيشوا واحد كارثه. دابا المرض من جهه وهذا الشيء من جهه ما عرفنا فين غنعطيو راسنا. حنا درنا واحد الشكايه راه هاد مول الحانوت بعدا اللي انفس معايا هنا راه دائما كيهضر مع الناس وكيتصل مع الناس ولكن حنا ما شفنا حتى حاجه مازال. الغبره كما كتلاحظوا دابا راه كتشوفوها مباشره يعني داك الشيء اللي كيطلع معنا للضرر على يعني داك الشيء كثير بزاف. بغينا نوصلوا هذا الشيء يعني للسلطه المحليه يشوفوا حالتنا كي دايره ويصوبوا لنا هذا الشيء في اقرب وقت ان شاء الله. حنا كنضروا هنايا كاين كيكون الغيص غير شي وحده فيهم الا سيقات هنايا ولا سيقنا كيكون الغيص هنا بزاف. كيدخلوا لنا الفيران يعني وبزاف ديال المرات راسلنا انت كتشوف راسلت بزاف ديال لي باج فيسبوك راسلت نائب العمده هنا في سله ولكن ما كاينش اللي دخل ما كاينش الاستجابه وما كاينش اللي جا تطلع على هذه الحاله. شي 5 شهور حنايا هكا 5 شهور حنايا هكا حنا مضرين بزاف. كيدخلنا الغيص لديورنا كيدخلوا لنا الطوابي كيدخلوا لنا الفيران ما كاين بزاف ديال الضرر بزاف. وكاين الغبره بالنسبه للناس الوليدات الصغار كاين الغبره. الا بغاو يصلحوا يكملوا الاصلاح يصلحوا مزيان الاصلاح ولكن يكملوا ماشي كرفصونا. وما جاو يصلحوا ولكن كرفصونا ماشي يصلحوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.